يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تحدث الإنسان بأنه قد حفظ القرآن أو حفظ شيئا من الأحاديث مثلا، هل يدخل هذا في قوله سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث؟ حسب نيته، فكان يتحدث بذلك من باب الشكر لله عز وجل هذا طيب، ما إذا كان يتحدث به من باب الافتخار وتعظيم نفسه هذا لا يجوز. نعم.